يسعد أوقاتكم. برنامج حكاية سورية اللي كان من البرامج المميزة عند انطلاق تلفزيون الأورينت بال2009 راجع بعد غياب 8 سنوات ليكمل معكم حكايات سوريا والسوريين بمختلف انتماءات اتجاهات وألوان. شو صار معنا وكيف صارت سوريا وشو بقي من ملامحها القديمة؟ تابعونا. يهود سوريا عنوان حكايتنا اليوم، وتحت هالعنوان في كتير من القصص والمحطات والصور والتذكارات. يهود سوريا عنوان صار فينا نحكي فيه بزمن الحرية حكاياتنا السورية بعد ما كان من المحرمات والمحظورات بعهد نظام الأسد. لي أصدقاء أيضا يهود، يعني في المرحلة الإعدادية كان هناك أصدقاء يهود. كان التعايش بيننا سلمي وتعايش طبيعي تماما مثل أي ديانة أخرى أو أي عرق آخر، لا نعرف أن هناك فرق. الفرق الوحيد فقط هو في ممارسة الطقوس الدينية وهي لا تعنينا كثير، إنما العلاقات الاجتماعية كانت جيدة إلى أن تدخلت السلطة السياسية وأفسدت كل شيء، سواء كان مع اليهود أو مع غير اليهود. كانت جارتنا اللي هي بالطابق الثاني من البناء اللي أنا كنت عايش فيه وهي مستأجرة عنا، كانت يهودية. أم يوسف إلي مع ذكريات غريبة. أم يوسف لأنه كل يوم سبت صباحاً كانت تفتح الباب وتصيح يا علاء تعال بدي شغل الغاز، لأنه بتعرف اليهود لازم ممنوع عليهم يقدوا نار يوم السبت، ممنوع عليهم يقوموا بمجموعة من التعاليم اليهودية ممنوع أن يسووها. فكانت كل يوم سبت تخبرني من الصبح تصرخ على الدرج تعال يا علاء بدي شعل النار. فأنزل أنا، كان عمري حوالي 6 أو 7 سنوات، شعل الغاز، حلل الأمورية، زيت تشعل الحمام، حمام على المازوت، شعل لي إياها، وأخذ البنبونات تبعات كل يوم سبت تعطيني 3 بنبونات بالعدد. ما بعرف إذا كانت هي إلى شيء دلالة دينية. كانت أم يوسف شخصية طيبة جدا، كانت يعني تعاملها مع الجيران ممتاز، يعني للمصادفة كان الطابق اللي فوقها مسيحيين، هو عبارة عن ضابط في الجيش بالطيران، نسيت اسمه هلا حاليا، نحن كنا بالطابق الثالث. فكانت البناية نموذج لسوريا الستينات بالحقيقة، سوريا اللي الناس بتحس انه هن ابناء المكان وانه ما في هويات محددة، رغم انه كان القانون يفرض على اليهود بعض المسائل الخاصة بلباسهم والى اخره. لما بنقول انه يهود سوريا كانوا جزء اصيل من النسيج الاجتماعي السوري، ما بنكون عم نحكي انشاء ولا شعارات. تأملوا معي هالصورة الجوية لحارة اليهود جنوب شرق دمشق وداخل اسوار المدينة الرومانية القديمة، اللي الشوام بيعتبروا انه اذا حارتك برات هالسور معناها مالك شامي اصيل. حارة اليهود كانت ملاصقة لحي الشاغور السني وحي الخراب الشيعي اللي صار بعدين اسمه حي الأمين، وقريب من حي باب توما المسيحي. كله كان داخل السور الروماني، وقد كانت الروح السورية تنبض بتآلف العفوي بعيد عن أي مؤثرات وضغوط وقمع وشعارات كاذبة. كان هناك احتكاك بينهم وبين محيطهم لكن بشكل ضيق، قالوا لنا ربما ليظهروا لنا بأن الأمور طبيعية، بأنهم يتبادلون الأكل، يتبادلون الزيارات، يهتمون ببعضهم. وأحد البيوت التي رصدتها في ذلك الوقت كان فيه أسرة فلسطينية، أسرة مسيحية، أسرة مسلمة، وأسرة يهودية، كل جهة منها تأخذ قطعة من هذا البيت الكبير الشامي الكبير، لكن ربما كانت حالة متفردة بذاتها. نشاطاتهم في مختلف مناحي الحياة، إن كان في الصيدلة، إن كان في الطب، إن كان في القانون، إن كان في مناحي الحياة بمختلف أشكالها، كانت لهم نشاطات، إن كان ذلك في دمشق، وكان تركيز الفيلم حقيقة في دمشق، أو في حلب. بالرغم من عددهم القليل ولكن كانت لهم مساهمات واسعة في المجال الاقتصادي وفي طريق الحرير، وبعض الأشخاص منهم مشهورون في صناعتهم. أنا أذكر أن جدتي كانت لا تشفى من مرض إلا إذا ذهبت إلى الطبيب عزار،
هو طبيب يهودي في حلب، طبعا في حوالي 67 هاجر من حلب، فكان يتقاضى أجور قليلة. إذن الذين يتقنون المهن كانوا جيدون. يهود سوريا توزعوا بمناطق عدة، لكن التواجد الأبرز لهم كان بدمشق وحلب. وقت تأسس أول برلمان سوري بال 1919 باسم المؤتمر السوري أيام الملك فيصل، كان في ممثل بالمؤتمر عن يهود الشام وهو السيد يوسف لينادو. وقت منحكي عن يهود الشام تحديداً لابد ما نذكر اسم الثري اليهودي يوسف أفندي عنبر، اللي ارتبط اسمه بإحدى تحف دمشق الخالدة مكتب عنبر. خلينا نشوف قصة يوسف أفندي المثيرة مع رحلة خاطفة لمكتب عنبر. مكتب عنبر هو أكبر بيت دمشقي تم بناؤه في القرن التاسع عشر. بدأ يوسف أفندي عنبر اللي عاش لفترة طويلة بالهند ببناؤه عام 1867 في موقع بيت عمر سفر جلاني الذي يعود لنهاية القرن السابع عشر. لكن مع بداية سبعينيات القرن التاسع عشر غرق الخواجة عنبر بالديون بعد ما صرف على بناء هذا البيت 42 ألف ليرة ذهبية بهداك الوقت، وترك دمشق وسافر على لندن، فاستملكت الدولة العثمانية القصر وحولته عام 1888 لأول مدرسة ثانوية في دمشق. تخرج منها كبار رجالات العهد الوطني بسوريا. أما اليوم فمكتب عنبر هو مقر لجنة حماية التراث بدمشق القديمة. مكتب عنبر كان نموذج من نماذج كثيرة لبيوت يهود الشام اللي صارت تحف خالدة، منها بيت المعلم حييم فرحي اللي كان يشتغل بالصرفة بمطلع القرن التاسع عشر، أحد أغنى أغنياء سوريا، وبيت لزبونة الشهير بحارة اليهود، وبيت نيادو أو بيت اسطنبولي نسبة ليهود هاجروا من اسطنبول إلى دمشق إلى جانب قصر شمعايا. طبعاً قصر شمعايا كان له قصة غريبة جدا. بنى رجل الأعمال اليهودي شمعايا أفندي بال 1865 بدمشق ليكون تحفة معمارية باذخة، وجعل بداخله كنيس. لكن بعد نكبة فلسطين وقيام إسرائيل بال 1948 أسكنت الحكومة السورية مجموعة من اللاجئين بهذا القصر باعتباره من أملاك اليهود الغائبين، ولأن ورثته غادروا سوريا مع من غادر. وهيك تحول هالقصر بين ليلة وضحاها في خمسينيات القرن العشرين من قصر باذخ ومترف إلى مخيم للاجئين. ورواية قصر شمعايا اللي كتب أحد الفلسطينيين اللي سكنوا هالقصر بتحكي بوضوح عن مصيره، وقال الكاتب: تحول القصر مع مرور الزمن إلى كارثة على ساكنيه، فالبيوت الأكثر تواضعاً في حارة اليهود استوعبت عدداً محدوداً من العائلات اللاجئة، وبالتالي كانت مشاكلهم أقل. بينما قصر شمعايا الذي يضم فسحتين سماويتين يتوسطهما كنيس استوعب في داريه العلوية والسفلية أكثر من 50 عائلة، كل منها كان نصيبه غرفة واحدة. وبما أن بعض غرف القصر
كانت عبارة عن قاعات كبيرة مزينة جدرانها بزخارف نباتية ونقوش جميلة، وأرضيتها مكسوة برخاميات إيطالية ملونة، فقد قسمت بحواجز خشبية لتتسع إلى عدة عائلات لاجئة تتقاسم فيما بينها الروائح والأصوات والمشاجرات وأنين الليل وهمساته. وعلى ذكر ورثة شمعاية اللي هاجروا من سوريا، بتشير المعلومات إلى أنه عدد الطائفة اليهودية في سوريا كان 250,000، بينما أصبح حالياً 80 شخص فقط. والمصادر التاريخية بتفيد بأنه يهود سوريا انقسموا إلى مجموعتين إزاء أهداف الحركة الصهيونية، فقد نادت مجموعة يهود حلب بضرورة الهجرة إلى فلسطين لبناء دولة إسرائيل، بينما كانت مجموعة يهود دمشق قريبة من خط اليهود اللي وافقوا على فكرة التاجر البريطاني بإقامة دولة يهودية في أوغندا. كانوا ككل أقلية متمركزين حول أنفسهم، منغلقين، لا اختلاط مع الآخر، لا أكل من أكل الآخر، لهم أكلهم الخاص إلى آخره. لكن ميزهم في دمشق خاصة في بهذه الحياة الشامية المبنية بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية، وبرعوا في هذا الموضوع من خلال كونهم في العمل في الذهب أو الصاغة أو الأمور المالية بنكية إلى آخر ما هنالك. لكن تبخر كثير منهم مع قيام الكيان الصهيوني 1948 في أوقات معينة باتجاه إسرائيل أو باتجاه أمكنة أخرى ثم يعودون لإسرائيل. بلشت الهجرات اللي كانت هي هجرات ضد القانون وغير مسموح فيها، يعني تتم عن طريق التهريب. بلشت بعد 73 تأخذ شكل متسارع. بلشنا نسمع أنه كل يوم في عائلة غادرت حلب عن طريق التهريب، إما للبنان أو إلى تركيا إلى آخره. بس سابقاً قبل 73 ما كانت هاي الحالة ضاغطة أنه يشعروا اليهود أن هم بيئة مش آمنة، لا، ما كانت موجودة قبل ذلك. وإذا كانت دمشق بتضم واحد من أقدم دور العبادة اليهودية في العالم وهو كنيس جوبر الذي لم يسلم من قصف نظام بشار الأسد بال2013، فإن يهود حلب كان لهم حضورهم الكبير ونشاطهم التجاري وحتى مقابرهم الخاصة. اليهود كانت لهم هجرتان إلى سوريا، الهجرة الأولى في الألف الثانية قبل الميلاد زمن النبي داود، استوطنوا في منطقة اسمها توراتيا هي قرب حلب، ثم بعد ذلك انتشروا في حلب ودمشق والقامشلي. كانت لديهم بعض المهن التي يعملون فيها، مثلا الصرافة، الحفر على النحاس، وهم مشهورون أيضا بصناعة الجبن وبتقطير النبيذ والعرق. هذه المهن التي اختصوا بها، وكان كثير منهم أيضا يقرضون الباشوات في زمن المملكة العثمانية. فإذا كانت هناك العمل المالي هو أساسي لدى اليهود. الهجرة الثانية كانت بعد سقوط الأندلس في القرن السادس عشر، أيضا جاءت دفعة أخرى إلى سوريا واستوطنت فيها. اليهود بسوريا هن أقدم بكتير من كل التواريخ المكتوبة. الطائفة الموسوية هي طائفة متواجدة في المنطقة تاريخيا. بس بالنسبة لمدينة حلب كانوا اليهود من فئتين، اليهود الأصليين أبناء المنطقة اللي خلقوا فيها وعاشوا فيها طوال فترة تاريخية حتى ما قبل الميلاد وانحدروا منها أبناء الطائفة الموسوية، وفي عدة هجرات مرت على مستوى أوروبا صدرت مجموعة من الهجرات، بشكل أساسي تجار إيطاليا اللي كانوا منفتحين على البحر المتوسط ووصلت تجاراتهم لحلب، وجزء من اليهود اللي اجوا بعد السقوط الأندلس اللي اجوا من إسبانيا. هدول بتعرف لهم تسميات غربيين، كانوا يسموا حتى بالنسبة لحلب كانوا يسمون اليهود الأفرنج مش اليهود الشرقيين اللي هن أبناء المدينة. بكل الأحوال من خلال السياق التاريخي، وانت بتعرف يعني الطائفة الموسوية بشكل أساسي هن من المهتمين بالقضايا التجارية بشكل أساسي، هذا كان اهتمامهم، لذلك كل ما يتعلق بهذه المسألة كانوا هن يعتبروا جزء من قطاع نشاطهم الاقتصادي.
سواء فيما يتعلق بعمليات التمويل اللي نسميها الدين بالفائدة، أو الصناعات النادرة مثلا الصياغة، الذهب، الفضة. وأيضا كان في طبقة من اليهود تعمل في المهن الأقل من حيث العائد الاقتصادي. بس من الواضح أنه كل اليهود اللي قدموا من أوروبا بالهجرتين اللي حكيت عليهم أنا من شوي كانوا هني على مستوى أعلى من حيث العائد الاقتصادي، واهتموا بالقضايا ذات المردود السريع اللي بنسميها مثل الدين بالفائدة أو العمل في الذهب أو الفضة أو إلى آخره. بينما اليهود أصحاب المنطقة اللي هن شرقيين بالأساس ومستوطنين في مدينة حلب كانوا يشتغلوا في المهن اليدوية. إضافة لذلك اشتغلوا بالمراحل الأخيرة في القضايا العلاقة بالطب، في الموسيقى، في الغناء، في الخدمات إلى آخره. كان في عنا مجموعة من الأطباء في حلب هن من بالأساس يهود يعني، وكانوا يطببوا في طائفة واسعة من السكان مش مختصين يعني. أنا واحد من الناس كنت مر على الدكتور حيم داي، يعني هذا الحكي كنت أنا سنة أولى جامعة وأصبت بالتهاب الغدة النكفية اللي بسموه أبو كعب. فرحت عند حيم داي وشفيت على إيده في فترة من الفترات. كانوا يسكنون في بشكل أساسي بالجبلية وفي العزيزية، هذا التركز الأخير لهم. قديما كانوا يسكنون في منطقة اسمها بحسيتة وفي بندرة، بندرة اليهود أيضا. وفي البندرة حتى الآن يوجد كنيس يهودي وهو قريب من الجامع الأموي الكبير وقريب من قلعة حلب. إذن بحسيتة في العقبة أيضا سكنوا، توزعوا بشكل عام، ولكن بالفترة الأخيرة كان هناك تركز أساسي في العزيزية والجميلية. قيام إسرائيل أثر بشكل كتير كبير على يهود سوريا، ومن وقتها بدأت الهجرة وبدأت توضع العراقيل بوجه اليهود الراغبين بالحصول على جوازات سفر للذهاب إلى فلسطين، حتى جاء حكم البعث والقبض على الجاسوس إلي كوهين اللي أعدم بساحة المرجة بعام 1965، ثم سقوط الجولان بهزيمة حزيران بال 1967، ليجعل من منع سفر اليهود خارج سوريا قرار لم يخرق سوى حافظ الأسد، عندما أصدرت الحكومة السورية قرار يقضي بالسماح لليهود بالسفر إلى الخارج عدا الكيان الصهيوني. فغادر سوريا 2600 يهودي، توجهوا للولايات المتحدة وكندا، عاد منهم إلى سوريا لاحقاً 160 يهودي. في الواقع كانوا دائماً هم من قبل السلطة مراقبين، يعني مراسلتهم مراقبة، كل ما يتحركون به مراقب، خاصة بعد أن استلم البعث السلطة في سوريا. ب67 أسر الهزيمة في حزيران صار تجديد أكبر على اليهود والمراقبة أكبر، ومنعوا من بيع ممتلكاتهم، صدرت بعض المدارس، كانت هناك بعض المدارس صدرت وسلمت للأوقاف في حلب. في عام 1994 كانت الدفقة الكبرى، بحيث أنه لم يبقى إلا بضع عشرات عمليا في عهد حافظ أسد. لا ندري لأي أسباب، لكن من الواضح أنه كان باستمرار حريص على تقديم أوراق اعتماده للغرب والاهتمام الغرب باليهود عبر تلك العقدة النازية، فكان باستمرار حريص على ألا يزعجهم. أذكر مثالا بأن في وقت من الأوقات صدر قرار في سوريا بأن من يهرب دولارات إلى مكان آخر يسجن حوالي 15 عام. ألقي القبض على يهودي وهو يهرب حوالي 25,000 دولار باتجاه لبنان، لكن لم ينم في السجن. وحقيقة بعد مؤتمر مدريد أنا أنتجت فيلم وثائقي عن وضع اليهود في سوريا عام 1991. أعتقد أنه فيلم لا أستطيع أن أقول عنه مهم، لكنه رصد بشكل أساسي حياة اليهود من الجانب الاقتصادي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الثقافي، من الجانب الحياتي بشكل عام. واتضح حقيقة أنهم محسودون من بقية المواطنين. والفيلم لم يعرض في التلفزيون السوري، وإنما قدم كبروباغندا للغرب بأن هؤلاء الذين
تقولون بأنهم مضطهدون في سوريا لا بأس عليهم وهم بخير. كانت النتيجة بعد ذلك بفترة بعد الإصرار بأنهم اتجهوا باتجاه نيويورك ثم انتقلوا إلى إسرائيل كما علمت. النظام لم يترك شيء لم يستثمره لمصالحه. لذلك شفنا بعد محادثات مدريد كيف أنه صدر شكل من أشكال التهجير الطوعي لليهود، ما عاد في حجر على تواجدهم أو سفرهم، وبلشت العملية تتكامل فيما بعد إلى أنه ما عاد في ولا شخص اليوم يهودي لا على مستوى دمشق ولا على مستوى حلب ولا على مستوى بقية المناطق. يمكن من النادر يكون هلأ في حدا في الجغرافيا السورية من السكان الأصليين اليهود في سوريا. بعد خروج يهود سوريا بالتسعينات سمحت رقابة النظام السوري بتصوير فيلم يعلن تعاطفه مع يهود دمشق، أنتج بال2010 تحت عنوان دمشق مع حبي، وفيه نرى العجوز اليهودي ألبير وهو حامل معه حفنة من تراب الشام بالمطار، وهو بغادر ليلتحق بأسرته في إيطاليا قبل أن يوصي بإعادته ليدفن في الشام. أنا جايب معي تراب من الشام، تحبي تشمي؟ نو المكان هو الذاكرة، بس الإنسان يترك مكانه بيترك ذاكرته. حتى اللي غادروا مدينة حلب كان يحنوا للمدينة. ما تتخيل واحد عايش كل حياته عمره 60 سنة وغادر راح على ديترويت أو على واشنطن أو على نيويورك يقدر يكون متلائم بشكل سريع مع البيئة الجديدة في المجتمع الأمريكي أو الكندي أو الأوروبي. هدول يهود مشرقيين بالمزاج وبعلاقتهم بالبيئة بطريقة الأكل تبعيتهم، لذلك كانت عملية اقتلاعهم بهذه الطريقة هي عملية صعبة بالنسبة لهم، ولكن في وجود بيئة غير آمنة بعتقد من حق الناس تشعر بالأمان، فكانت هجرتهم هجرة طبيعية. مشاهدين، يهود سوريا كانوا جزء من حكاية سورية ومن نسيج سوري اتعرض مثله مثل غيره من المكونات للقمع والمتاجرة السياسية من شتى الأطراف. اليوم صاروا حكاية وشوية تذكارات وصور وبيوت وأملاك غايبين. بقيت أملاكهم كما هي حاليا، كما أعلم بأن وزارة الداخلية هي التي تستلم الريع الأجارات. ما يزال الدور السكنية اليهودية محافظ عليها، خاصة في الجميلية في العجزية، وهناك كنيس يهودي محافظ عليه أيضا. بالنسبة لسوريا المشرف الأساسي على أملاك اليهود هن من الحقيقة الأمن العسكري، لأنه بيعتبر هذا جزء من عملية عسكرية العلاقة بالصراع مع إسرائيل. والملفت للنظر أيضا أنه إلى الآن كل هذه الأملاك محمية من التجاوزات، بمعنى فيك أنت تقتحم أي مدرسة كلاجئ اليوم في ظل ظروف الصراع بسوريا وتقعد فيها وتبرك بدون ما حدا يطالعك، بس إذا اقتحمت أي مبنى له تبعية للطائفة المساوية بعد لحظات بيجي الأمن العسكري بيطالعك منه. هذه الحماية بحقيقة غير مفهومة، يبدو هي جزء من الاتفاق تم في مدريد وانبنى عليه مجموعة من المعطيات القانونية اللي بتحدد علاقة جهاز الدولة وجهاز الأمن العسكري فيما يتعلق بأملاك اليهود. المجتمع السوري بشكل عام مجتمع صدره رحب، يستطيع أن يقبل التنوع، وكان بالمعنى الفعلي مجتمع فسيفسائي وفيه كل التنوعات والتراكمات التاريخية لمختلف الشعوب، ومن بين هؤلاء اليهود وهم بحالة تميز ولهجة شامية أو لهجة حلبية إلى آخر ما هنالك. فهم ليسوا رغم الانغلاق في البيئة التي يعيشون إلا أنهم المحيط والحاضنة الأوسع كانت على درجة من رحابة الصدر، بحيث أنها لم تشعرهم بهذا الموضوع. لم تكن المسألة مسألة سلطة بأنها فقط ترعاهم، إلا أن المجتمع كان مجتمع له قدرة على التحمل والصبر والاختلاف، أي اختلاف موجود كان المجتمع السوري يتحمله، إلا أن العبث الذي تم من قبل المنظومة الاستبدادية أحدثت تلك الفرقة، وكان من بين أول الجهات التي أخرجت و
وبيعت هم اليهود. تابعونا بحلقة جديدة من حكاية سورية. إلى اللقاء.